النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة البيتي الجميلة دي اللي عاملة زي الشعر، الطعم والريحة ما لكمش عليها، وكمان طالعة بطريقة جميلة جدا. رمضان جه بقى وروايح وجات، واحنا كمان علشان في الغربة ما عندناش الكنافة، فاحنا هنعملها مع بعض في البيت. سيمرا فافيك شمي كتايفي سبتيكو كتايفي تفيخ نست النايبتا تتفيكش من مازي. عايزين كوبايتين دقيق، كوباية نشا، ربع كوباية زيت، كوبايتين مية. امشي على المقادير مظبوطة عشان تطلع معاكم مظبوطة، ورشة ملح بسيطة. تعالي كاما سينة ذيو بوتيري عالافري انا بوتيري كور فلاور انا تتر بوتيري لادي ذيو بوتيري نرا كيلو اللاتي. الحاجة اللي هنستعملها علشان نعمل بيها الكنافة بتاعتنا، هنعمل بإزازة ونجيب الغطا بتاعها ونخرمه بإبرة، يكون 6 خروم فوق بعض، بلاش نعمله خروم عشوائية علشان مش هتطلع معاكم كويسة. ترغليو بتخرجمو بيشمي يدي كتايفي إني أنا بوكالي نرو كي θα τρυπήσουμε το καπάκι 6 τρύπες σε μια σειρά. هجيب طبق وحط فيه ربع كوباية زيت، وبنفس الكوباية هعاير كوبايتين مية ورشة ملح وقلب. هحط كوبايتين الدقيق وكوباية النشا، وهحاول ان انا اقلب في اتجاه واحد عشان ما تزغمتش معي. هتقلبي تقلبي لحد ما تلاقيها عاملة زي الكريب، وأخف شوية من الكريب. سينا بياتو ثفالو انا تترتو لادي كي ذي بوتيريا نيرو كي لغو اللاتي ذي بوتيريا ليفري كي نا بوتيري كورن فلاور. θα το ανακατέψω πολύ καλά μέχρι να γίνει τη ζύμη έτσι αριό και μαλακό, σαν ζύμη κρέπα αλλά λίγο πιο μαλακό. هجيب العجينة بتاعتي واصبها في الإزازة واقفل الغطا كويس. تفضل تزيمي ماسة بوكالي كده كلي شوكولاتة كباكي. ممكن نستعمل مكنة الكريب لو عندك أو متوفرة، أو صينية تتحط على البوتاجاز عادي، أو طاسة تيفال. أنا هوريكم الطريقة دي وهوريكم طريقة تانية. τη μηχανή για την κρέπα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, βγαίνει πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο, και αν δεν έχουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τηγάνι τιβάλ να μην κολλήσει μέσα τη ζύμη. Βλέπετε είναι πολύ αφράτο και βγαίνει σαν κλωστής, πολύ ωραίο και πολύ εύκολο. Ανέμε μα μπάτ και μην άλλα الκρέπα على مكنة الكريب، بتطلع حلوة جدا وبتطلع مستوية وما بتاخدش معاكي وقت خالص. من نفس العجينة هعمل معاكم في فيديو تاني ان شاء الله حلويات بعجينة الكنافة، حلوة جدا هتعجبكم خالص. ميافتوتو زيمي ثافيكشو مكانا جليكو سألو ένα فيديو και θα σου το δείξω. Είναι πολύ ωραίο και πολύ εύκολο και βγαίνει σαν γλυκό διπλές. شايفين طلع معايا ازاي؟ عامل زي شعر حلو جدا، كنافة جميلة بتفكرنا بمصر وروايح مصر وروايح رمضان، حلوة خالص يعني. كده في الصينية التيفال، اي نعم الكمية اقل شوية بس برضو بتطلع نتيجة حلوة. برمنا بالما كيس تيجاني اني ليجي بشوتتا على فيجيني بال سان كلوستي كيتسي اني كتايفي سبيتيكو كتايفي بولي عريكي بولي نوست. είναι ωραία
طريقة سهلة، طريقة بسيطة مش هتعجن منك وهتطلع حلوة خالص. هنعمل بيها حلويات، نعمل بيها صينية كنافة تتاكل بسمنة ولبن، هنعمل بيها حاجة حلوة تاني هوريها لكم في فيديو تاني حلو جدا طلع، ما اقولكمش مش ملزقة، طلع حلوة خالص. طبعا الكمية مش هي دي كلها، لان انا قلت اوريكم الكمية دي ممكن تحطي في التلاجة وتعملي كل يوم. طلع عاملة زي الشعر، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. شكرا لكم حبيب دوكي مبسوطه اني بولي اوري بولي افكولو كي بولي نوستم فارستو بولي كي كاليسا شاركسي. لو عجبتكم الوصفة معايا النهاردة وعجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديو مسيمرة كانوا لايك سبسكرايب.